تعويم جديد. عارف يعني ايه تعويم جديد؟ تعويم جديد يعني غلاء جديد فوق الغلاء بتاع البنزين. حد النهارده كان بيسالني بيقول لي عايز اشتري حاجه، مش عارف حاجه كده سلعه معمره يعني بتجاز او حاجه زي كده او حاجه كده، قلت له بص، بيقول لي ده غالي جدا، قلت له اشتري دلوقتي لانه ده سعره هيتضرب في 5 بعد شهرين 3. بس في ناس شايفة ان الصعود وهبوط الدولار ده امر طبيعي. ليه يا عم امر طبيعي؟ قالك لانه بيتحرك، خلي بالك بقى من الجملة، بيتحرك في مدى سعري طبيعي. انا احب المصطلحات قوي، بتكيف. مين ممكن يقول ان الدولار دلوقتي بيتحرك في مدى سعر طبيعي؟ مدى سعري طبيعي هو الواد مؤخرة الطفل لؤي الخطيب، هو الواد اتهات. ما تكشف. طيب طب اهلك طالقينك علينا يعني؟ اهلك سايبينك كده؟ طب ما فيش حبل، ما فيش رباط، ما فيش اي حاجة خالص. بص، من شهر مارس والدولار بيتحرك في مدى سعري من 46 ل50 تقريبا. فكرة انه يتحرك في المدى ده او حتى حواليه شيء طبيعي وما يقلقش خالص، ولازم نتوقعه دايما. الاهم ان مش منطق خالص، واحنا بنقول عندنا مرونة في سعر الصرف، ان المدعكة اللي حاصلة في البورصات واسواق العالم دي ما تسمعش عندنا في اي حاجة. احنا لو عملنا كده يبقى بنقول للعالم احنا مثبتين السعر. القلق مش من تحركات سعر الصرف، لا، القلق الحقيقي من اسبابه اللي بتشارك فيها مع اسواق بره، مشكلة بره دولية يعني، اسواق دولية ودول عربية. القلق من شبح الركود اللي راعب العالم دلوقتي. ربنا يستر ويشيلك. انتهات بتجيب من البجاحة والكلاحة دي؟ انتهات كنت راضع ايه؟ لبن حمير؟ ايه الكلاحة دي؟ اذا كان يادي يا لؤي انا مش هرد عليك، انا هجيب سيدك اللي شغلك يرد عليك. اذا كان سيدك قال اذا وصل الدولار ل50 و60، لا ما نقعدش في مكاننا، سيدك يادي اللي مشغلك اهو. فبالتالي انا بس عايز اكملك، انت كلمت على سعر الصرف وكان مهم جدا، وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطه، يقول لك ايه يا جماعه سعر الصرف اولا احنا مرنين فيه علشان بس يبقى الامور واضحه، لكن عندما يتعرض الموضوع لامن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا، انا بتكلم بجد، هذا الموضوع انا بقوله على الهوى. عندما يكون تاثير سعر الصرف على حياه المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا نقعدش في مكاننا، لا لا ما نقدرش. حتى لو الكلام ده يتعرض مع حتى أمال إيه؟ اسمعوا، كلنا فهمنا يا سيادة الرئيس، كلنا فهمنا يا ذكر يا حنفي. وجاي لؤي يقول لك يتحرك في مدى سعري طبيعي. حضرتك السادة، دي منظومة فاشلة، منظومة فرض الكل بيسقف له وبيطبل لقراراته الفاشلة، حتى لو بقيت الشعب يموت من الجوع وناكل ورق شجر. القصة مش في أحمد محمد مائيت مشي أو أحمد كوجك جه خالص، ولا في أنه أبو دورين مشي وجاء واحد تاني بيقال أنه حرامي سجاد خالص. هي دي وجوه يعني بتتحرك كده بالأوامر. لا، حكاية باختصار، في واحد بيحكم، في واحد بينفرد بالقرار. حتى في قضية أحمد رفعت لاعب الكرة هو اللي حاول النيابة. طب والأجهزة اللي بتاخد فلوس دي؟ لا تكلمش، هو يتحرك والباقي ينفذ. وهو ده اللي قاله السيسي بنفسه في المؤتمر في 2022 في المؤتمر الاقتصادي، اللي أنا نصحت الاقتصاديين المحترمين ما رحوش، قلت لهم والله ما تروحوش هيهزقكم. قال لهم في الآخر إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ يعرفه أي طالب في تانية سياسة واقتصاد. هو بنفسه اعترف في المؤتمر ده وقال انه انا كنت قاعد على الترابيزة والخارجية قاعدة والمخابرات قاعدة والحكومة قاعدة وكلهم قالوا لي لا، وانا قلت هنعوم. هو اعترف انه داس على المؤسسات دي بالجزمة. اتفضل. على المسار اللي صار في 2016 وانا قلت قبل كده بس انا هتوسع شوية فيه، كان موجود على الترابيزة كل المعنيين من الاجهزة الامنية والدولة تقريبا، وطرحنا كان نوفمبر ان احنا نطلق عملية الاصلاح الاقتصادي وتعويم وتغيير سعر الصرف. كل اللي كانوا قاعدين قالوا ايه؟ كله، مدير المكتب الاقتصاد، المالية، الرقابة
الإدارية، الداخلية، الدفاع، لا. قلت لهم يا جماعة هو العملية مش عافية، مش يعني مش لا، احنا بندردش عشان دي بلد يا جماعة. اللي احنا لو ما عملناهوش، قلت التعبير ده بالدقة كده، قلت قبل كده اللي احنا لو ما عملناهوش احنا هنعدي بالقرار ده أناية. هنعدي بالقرار ده ايه؟ أناية. ممكن نعديها، لكن لو اتأخرنا هنبقى عايزين نعدي بحر لا يمكن نعديه. تخيل. لا وايه، حط مدير مكتبه، خدت بالك من الترتيب؟ اهم من المخابرات. قال لك مدير مخابرات، مدير مكتبي والمخابرات وعد مدير مكتبه ده الاهم. قال لهم لا هنعون. النتيجه ايه بقى؟ عشان ما تقعدش تقول معيط. حد يعرف دلوقتي اسم محافظ البنك المركزي؟ هو الراجل ابو دقن ده اللي هو تحس انه خمارجي ده، هو ولا له علاقه بالاقتصاد؟ بس اوكي، الراجل بيقول حاضر ونعم ويمشي، يربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. القصة في نظام الفرد اللي ما بيتعلمش من أخطائه ولا بياخد موعظة من الدروس السابقة في اعتمادهم على الأموال الساخنة كمسكن للاقتصاد أو للأزمة الاقتصادية، هوب دخل البلد في كارثة. وده اللي قاله أحد الخبراء الاقتصاديين معتز عسال. قال إيه بقى الأستاذ معتز؟ قال بالنص كده، شوية فشلة ما بيتعلموش من تجربة الأموال الساخنة اللي بتعتبر دواء مسكن قوي مفعول قوي المفعول سريع الأثر. وده اللي أكدنا عليه مرارا وتكرارا لما قلنا مبارك كان بيقول ليه كنت ماشي بوتيرة متأنية عشان ما تحصلش خبطات جامدة والشعب ما يستحملهاش. كلما توترت الأوضاع في المنطقة كلما تأثرت مصر بالسالب. واحد راح يرمي لك فلوس في قصور وأكبر نجفة وأكبر ساري. الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 اللي حصلت وقت مبارك وصفت بالأصعب بعد الكساد الكبير في 1929 اللي قد تشهد مثلها من المؤشرات اللي حصلت مؤخرا وانهيار أسهم البورصة الأمريكية. لو حصلت النهاردة لاقترب الدولار من حاجز المية جنيه مستريح. هات أول الكلام ده بقى كده، هات أول الكلام بتاع الأستاذ معتز عسال كده. قال مين بقى؟ مبارك. قال لك بص بقى، وده اللي أكدنا عليه مرارا وتكرارا لما قلنا مبارك كان بيقول ليه كنت ماشي بوتيرة متأنية عشان ما تحصلش خبطات جامدة. في 2008 لما حصلت أزمة اقتصادية مصر ما تأثرتش، يعني تأثير كان تعبان جدا، احنا ما حسناش، العالم كان بيشتكي وخبط لأن مبارك كان ماشي زي بيقول معتز عسال. ليه مبارك ماشي كده بقى؟ لأن مبارك كان رجل دولة. يا جماعة أنا طلعت على مبارك مش عايزه، ما بقولش كلام حبا في مبارك،